عايزة ايه؟ الحقني يا حمو، البوليس هنا ومش قلب البيت كله وبيسأل عليك يا اخويا. بتدور عليا ليه؟ مش عارفة. اوعي تكون البنت واردة عكت في الكلام. بينها كده. اقفل يا ابلة. طب اقفل. جايين. حسبي الله ونعم الوكيل، فيكي لا ربنا ينتقم منك. يا ريت تفهمي جوزك انه يسلم نفسه احسن له. ليه يا اخويا؟ هو عمل ايه؟ ما تفهمني يا اخويا عمل ايه؟ صبحي هو في ايه؟ هم عايزين ابو اشرف ليه؟ يعني مش عارفه؟ دي المحافظه كلها مقلوبه والجثه طلعوها وبلغوا بتوع مصر، وفي واد اسمه ملاح اتمسك بحته حشيش. قرع على مكان البضاعه واعترف على حمه. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. الهي ربنا ينتقم منك دنيا واخره. بت اقلعي الدهب اللي اديتهولك. اقلعي. طب وانا ذنبي ايه يا ابله؟ ده انا كان قصدي نخدموكي، وبعدين انا ما اتصرفتش من دماغي، انت اللي طلبتي مني نبلغوا عنها. انا يا اختي مش عايزه لوكلوك كتير ولا اخي كتير. اقلعي الدهب اللي انا اديتهولك. ماشي حاضر. خلاصي. بس انا معيش غير السلسله دي. حروق نار في جتة اهلك. خديها. هاتي غري 60 ده هيتشيلك وتشيل اهلك. حسبي الله ونعم الوكيل فيكي. لا ربنا ينتقم منك. ماشي يا ابله، بس على فكره اني بنحبك من قلبي. حبك برص وعشرة خرص. عارفه يا بنت لو شفنا وشك هنا تاني عليا النعمه بنعمه ربي اللي قطعوا لك رجلك. ماشي اني همشي، بس انت على فكره ظلمان. انا يا اختي ست ظالمه؟ اسم الله عليك انت يا خربت البيوت. الله يخرب بيت شرط امك المهببه. غري يا بنت بره. انا قلت لحضرتك كل اللي عندي. نزل التردد الجديد لزي الوان 11277. الاستقطاب راسي. معدل الترميز 27500. معامل تصحيح الخطأ 5/6.